يموتون غرباء. في تغريبة جديدة، يهاجر اليمنيون هربا من الموت إلى الموت. هل بات مكتوب على اليمني كل هذا العناء؟ بلد القهر والظلم والمرض في عهد الحوثي، يغادر شبابها ليتلقفهم المجهول. أهلا بكم. ما العبء الذي يحمله قلب شاب حتى يفكر بالهجرة عبر مهرب أو قارب معروف أنه قارب للموت؟ ما الأحلام التي تراوده؟ ما الأسئلة التي يخوضها قبل حسم القرار والاتجاه نحو خطر الموت بهذه الصورة؟ أي ألم جعله يهاجر بصورة غير شرعية وغير مأمونة العواقب؟ أليس الجوع الذي قضى على الناس؟ المرض الفاتك بهم، الخوف من الاعتقال أو السجن بيد ميليشيا الحوثي أو الأحزمة الأمنية؟ أليست كل قصص القهر والذل التي بات يعيشها اليمني، سواء كان في بلده أو بلد الاغتراب الذي حاصره بقوانينه وظلمه؟ كل ذلك جعل من أوروبا جنة مفترضة لمن تطأ قدماه تلك البلاد البعيدة. أليست حكاية الإنسانية والصور المتعددة لقصص كثيرة كيف يتم التعامل مع المهاجرين فيها؟ ولكن الواقع مختلف. الواقع عبارة عن استغلال المهربين وتعامل لا إنساني مع المهاجرين بصور غير شرعية وفقدان في الصحارى أو البحار. الواقع يقول إن قدر اليمنيين أن يموتوا غرباء. تم تهريبنا لنصل أوروبا لدول حقوق الإنسان. من أجل الوصول إلى أوروبا ودول حقوق الإنسان، هذا ما قاله هؤلاء أثناء تسجيلهم لهذا المقطع. كانوا عربا ويمنيين محتجزين في الجزائر خلال رحلة هروبهم إلى أرض الأحلام. جميعهم هنا محتجزون لا يعلمون أين ولما. محمد الأهدل الصحفي الذي غرق أثناء محاولة هروبه مؤخرا كان بينهم، وكانت النهاية أن غرق القارب الذي كان يقله ورفاقه ووجد جثة هامدة. ليست قصة منفردة، بل واحدة من أخر تتكرر في الجزائر وليبيا وغيرها من دول العبور، بحسب موقع المصدر أونلاين الذي عنون تحقيقه عن مأساتهم بالهروب من الموت إلى الموت. شباب يمنيون تلتهمهم الصحاري والبحار. التحقيق الذي أورد شهادات لناجين وإحصاءات السفارات اليمنية وسلطات دول عدة سلط الضوء على واحدة من أسوأ أزمات الحرب وأكثرها مرارة، أن يضطر شباب للمجازفة بحياتهم في مغامرة تنعدم فيها النسبة الأدنى للنجاة مقابل أخطار تكاد لا تحصر. منها ما قصه عمري صويلح وهو أحد اليمنيين الناجين عن إجبار المهرب لهم على ركوب قارب يحمل 130 بدل 20 شخصاً، خديعة تسببت بغرق وحرق من كان في القارب ونجاة 25 شخصاً فقط بأعجوبة بينهم صويلح. التحقيق أوضح أن الطريق إلى أوروبا ليس معبداً بالورود، وأوضح أيضاً أن التيه والغرق ليس الخطرين الوحيدين اللذين يتعرض لهما من يحاول خوض رحلة الهروب هذا، فهناك عصابات تمتهن إلى جانب التهريب البيع والاغتصاب. وفي أحسن الأحوال من ينجو من الموت لا تنتهي متاعبه، فهناك من تقبض عليهم سلطات البلدان فيصبحون أمام خيارات صعبة. فإن لم يختاروا العودة للبلاد طوعاً، قد تنجح السفارة اليمنية بالتوسط لهم في البقاء في البلد كوضع مؤقت دون أي امتيازات أو حقوق، أو ربما تستقبلهم مخيمات اللاجئين سيئة التجهيز لمدة غير محددة في انتظار قبولهم كلاجئين ونقلهم لأي بلد أوروبي. وهي الأخرى رحلة قد تطول كثيراً، خاصة مع وضع اليمنيين الذين لم تسميهم الأمم المتحدة ومنظماتها حتى الآن كلاجئين. تدمر الحرب حاضر الناس وتسلبهم مستقبلهم، فتختفي الأحلام ولا يبقى سوى الحياة مطلب، بل وفي أحيان كثيرة مجرد أمنية يصعب نيلها. هذا ما تقوله شهادات الناجين وتصريحات أهالي الذين غرقوا أو تاهوا. لم يعبروا رحلة الموت ترفاً، جميعهم كانوا يبحثون عن وطن. إذا مشاهدينا الكرام، ستكون معنا في هذه الحلقة الصحفية سامية الأغبري، وسينضم معها آخرون عبر الهاتف. بداية سامية، مساء الخير. مساء النور، أهلاً وسهلاً.
أهلا بك. قمت بعمل تحقيق صحفي بعنوان طريق الموت، رحلة البحث عن أوطان بديلة، كان حول المهاجرين اليمنيين الذين يموتون في البحار أو الصحاري. هل أصبحت برأيك هذه ظاهرة واسعة الانتشار بين اليمنيين؟ في الحقيقة نعم، أنا منذ أن غادرت الشباب في ليبيا وأنا أحاول أجمع معلومات عن عدد اليمنيين الذين هاجروا عبر المغرب والجزائر وليبيا، لكن في الحقيقة لا توجد إحصائيات دقيقة بعدد اليمنيين المهاجرين، لأنهم يدخلوا بطرق غير شرعية، وما يصل للسفارة هو ما يصل عبر السلطات في تلك الدول. بالطبع أصبحت ظاهرة. السفارة اليمنية في ليبيا كانت أوضحت أن السنوات الأخيرة 2016 2017 و2018 زادت الظاهرة 100 مهاجر، هذا ما كشف عنه، فما بالك بآخرين لم يكشف عن مصيرهم أو لو يكشف عن أن وجودهم في ليبيا أو مراكز الإيواء في ليبيا أو نعم. الجزائر أو المغرب أو أي دولة من دول العبور. نعم، لأن أكيد وصلتك وأنت تقومين على هذا التحقيق العديد من قصص هؤلاء المهاجرين، يعني قصص ناس نجوا وقصص آخرين توفوا، هل أوردت لنا بعضا منها؟ هي قصص كانت كثيرة ومؤلمة، بعضها شعرت أنها يمكن أن تكون مبالغ بها، يعني مش لدرجة أن يتم تعذيب مهاجرين، لم أتوقع في الحقيقة أن يصل الوضع إلى حد تعذيبهم أو تبويعهم. المهربين هم أكثر من مارس هذه الانتهاكات بحق المهاجرين. كان فرسان نبيل أحد الذين وصلوا إلى أوروبا، قد روى قصة وكان فيها كثير من التفاصيل. قبل أن يصل إلى إسبانيا تلقى كثير من الصعوبات. المهربين أيضا تعاملوا معهم مع عدد من المهاجرين بما فيهم فرسان بطريقة لا إنسانية، تم سرقة أموالهم، احتجاز بعضهم. حين سافر فرسان إلى إسبانيا كان عدد من الشباب محتجزين في بين الحدود الجزائرية، بين الحدود الجزائرية المالية تقريبا. نعم، إذا برأيك أين يكمن دور الحكومة فيما يحدث؟ يعني ما الذي يفترض أن تقوم به؟ هو كما ذكرت ان الحكومه هو ما يصلها عبر السفارات، او يعني بعض السفارات كانت متحفظه جدا بموضوع المهاجرين غير الشرعيين. تواصلت مع احد مع سفارتين تقريبا، رفض الابلاء باي معلومات. على العكس كان كل همه من اين اتيت بهذه المعلومات. قلت له انها معلومات لدي مصادري الخاصه. سفاره اخرى يرفض السفير التعامل مع المهاجرين بدون ذكر اسماء، يرفض التعامل مع المهاجرين خوفا من ان يتم نقلهم الى ترحيلهم الى اليمن عبر السفاره، وبتكلفهم بتكاليف من تتكلفل بهم السفاره. الشيء الاخر، الحكومه اليمنيه مقصره تماما بهذا الموضوع، مقصره اعلاميا وحقوقيا. لو وجد هؤلاء الشباب البديل لما قرروا المغادره. اساسا الذين يهاجرون من هم من اسر فقيره، يعني ماساتهم تبدا ليس فقط حين يغادرون البلد، ماساتهم تبدا وهم لا زالوا في البلد. منهم من باع ذهب قريبته، والدته، زوجته، منهم من باع ارضه من اجل ان يهاجر الى اوروبا. لو ان الحكومه، يعني اقصى حاجه ممكن كانت تعمله ان الحكومه المناطق الشرعيه او المناطق المحرره لو وجد فيها الشباب فرص عمل وفرص تعليم لما فكروا بالهجره. نعم، إذن سامية برأيك يعني حين يتوجه هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، اليمن تعيش يعني فترة حرب منذ 4 سنوات، ولكن حتى الآن لم تعترف مفوضية اللاجئين باليمنيين كلاجئين يمكن السمح لهم باللجوء في مختلف الدول التي تقبل اللجوء. يعني ما نسمعه من بعض الدول، ربما هولندا فتحت المجال في 2016 على صعوبة الوصول إليها، يعني لابد أن تكون بطريقة رسمية، ولكن المفوضية لم تقم بعملها كما حدث مع بعض لاجئي الدول الأخرى كفلسطين سابقا وسوريا حاليا. يعني يستغرب الناس، يعني ما الفرق بين ما يحدث في سوريا وما يحدث في اليمن؟ أليست حرب واحدة؟ أليس الموت هو واحد هنا وهناك؟ أنا حسبت وأنا أقوم بالتحقيق بإعداد التحقيق، حسب ما فهمت ولست متأكدة، أو وصلتني المعلومات ولست متأكدة منها، أن الحكومة اليمنية خاطبت الأمم المتحدة بأن لا تعتبر اليمنيين لاجئين، لأنه ما يحصل في اليمن هي حرب أهلية، ولا يعتبر اليمنيين لاجئين، لكن لست متأكدة من هذه المعلومة.
نعم، هل تتوقع أن يحدث هذا الأمر أن تستجيب؟ يعني ألا يفترض أن تكون مفوضية اللاجئين هي من تقرر هذا الأمر بحسب الوضع الدائر؟ يعني العالم وجميع المنظمات الحقوقية تتحدث عن حرب تشنها السعودية على اليمن، لم يتحدثوا عن حرب أهلية أو داخلية أو حتى عن انقلاب حدث. فبالتالي يعني طالما هم يجدون الحرب بهذه الصورة ألا يفترض أن... نعم، لم أسمع السؤال يبدو جيدا، لكن كان عدد من اليمنيين في السودان وفي القاهرة قدموا إلى المفوضية كلاجئين، وقيل أنه رتب اعتبارهم لاجئين، بل أن في السودان حتى المنحة المالية والدعم الذي كان يقدم للاجئين قطع عنهم. نعم، إذا ألا يفترض أن يكون هنا إذا كانت، لكن للأسف شديد أنت تقولين لديك معلومات لا ندري مدى يعني مدى صحتها، بأن الحكومة هي من قامت بإبلاغ المفوضية بعدم اعتبارهم لاجئين، وإلا كان يفترض أن يتم التعامل مع هؤلاء اللاجئين بصورة أخرى من قبل الحكومة. صحيح، هو الأمر كان يحتاج أيضا باهتمام من وسائل الإعلام، يعني تقريبا وسائل الإعلام غير مهتمة بهؤلاء الشباب أو بالضحايا. الأمم المتحدة في 2018 قالت بشكل عام طبعا عدد المهاجرين الذين غرقوا في البحر 2226 تقريبا، عدد كبير. الأمم المتحدة في تقاريرها لا تذكر اليمنيين بإحصائيات تقريبا كما تذكر عدد من اللاجئين والمهاجرين من دول سوريا أو ليبيا أو العراق أو من أي دول أخرى. لا زالت التعامل مع اليمنيين على أنهم غير لاجئين أو لا يستحقون اللجوء، منحهم حق اللجوء. نعم، إذا أنت ذكرتي قبل قليل الأخ فرسان وهو الآن معنا على الهواء عبر الهاتف. مساء الخير فرسان نبيل، وأنت أحد الناجين من مخاطر رحلة اللجوء الآن معنا عبر الهاتف من هولندا. مساء الخير. أهلا بك فرسان، وبطبيعة الحال يعني بداية نقول لك الحمد لله على السلامة، وحدثنا عن رحلة الله يسلمكم عن رحلة لجوئك. السلام عليكم. رحلة أنا وقعت لسه رحلة من 2013 يعني في من عدن إلى الصومال. نعم. البداية وإلى مدينة بربرة، واستقبلتنا المفوضية السامية للاجئين UNCHR. بعدين جلسنا يعني حوالي ثلاثة أيام هناك في البربرة، بعدين تحولت إلى هرقيسة تبع الصومال. الصومال نعم. النظام ما سوت أي شيء يعني ثلاثة أيام، بعدين تروحوا يعني عندما يعني إلى هرقيسة وخلاص يعني انتهت مهمة المنظمة. بعدين رحت إلى بوساسو، قالوا في بوساسو يعني المنظمة الثانية يعني في المنظمة توديهم إلى أوروبا إلى كندا أستراليا، وصدقت الناس ورحت إلى بوساسو مدينة بوساسو تبع سومال. نعم. رحت إلى وجلست حوالي أنا وزوجتي، يعني جلست حوالي 8 أشهر في بوساسو، شفت ما فيش أي المنظمة ما فيش أي شيء ولا أي مهمة سوت. بعدين رحلت إلى أثيوبيا. هذا كله من نفسك بتتنقل يا فرسان صح؟ أيوة تنقلني. وبعدين أنا قدرت هنا في 8 أشهر حوالي في السومة، بعدين رحت إلى أثيوبيا. نعم. كانت خطتي إن أنا أطلع ترانزيت بطريقة رسمية، أطلب اللجوء في هولندا عبر الترانزيت، يعني أقطع طيران إلى الإكوادور لأن مسموح اليمنيين. تمام. وأنزل ترانزيت في هولندا. في هولندا أيوه، بالطيران في ال إم. طبعاً رفضت المكاتب تدفعوا طبيعي ممكن لك، لكن المطار رفض، يعني قال اذا قطعت التذكره ممكن تفوت عليك التذكره وما لا يمكن يطلعك يمكن يكون رجاعك من الطائره.
من القاهرة. أيوة نعم. رفضت بعدين رحت قلت يمكن بروح السودان، حاولت بعدين عبر السودان برضو رفضوا، ورجعت بعدين من السودان إلى مصر أجيب برضو نفس النتيجة رفضت. بعدين رجعت سويت رحلتي عبر موريتانيا طريق التحرير. سافرت من مصر إلى موريتانيا، من موريتانيا تهربت. من موريتانيا بعدين سافرت إلى موريتانيا لنواكتو، بعدين ذكرت مع المهربين بعدين من موريتانيا إلى مالي، حدود مالي، من مالي إلى الجزائر تمنترس، من تمنترس إلى تمنترس وهران، وهران المسان، في المسان بنطلق تبع الجزائر، بعدين إلى وجدة، وجدة تبع المغرب، بعدين نابوك. بعدين؟ بعدها إلى مليليا، مليليا هذه تبع إسبانيا، تبع إسبانيا في المغرب. طيب يعني كل تنقلاتك هذه مع المهربين كيف كانت؟ هل كانت آمنة؟ هل كانت هل استغلوكم؟ أكيد مش آمنة. غير آمنة. لا لا لا، في البعض، البعض كل واحد يختلف، في ناس يستغلون، في ناس تعذبوا، في ناس يحصل لهم حادث في الطريق، في كل شخص، في ناس امتسكوا، مسكت الحكومة الجزائرية، والحكومة الجزائرية طبعا ما ترحمش. مسكتهم خلاص ترحلهم للنيجر. لا فين ترحلهم؟ للنيجر. شوفي من من المسافة من 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 نواكشوط إلى تمنترس حدود الجزائر يعني مالي خمس أيام. خمس أيام في الطريق في سيارة هيلوكس، خمس أيام تمشي في الصحراء. بعدها من تمنترس إلى وهران بتصنق الجماعي. نعم. مع جزائريين، مع جزائريين، مع جزائريين، و مع نقل جماعي، يدخلوك مع الجزائريين، يعني يعني تكون شكلك يعني لازم تكون هيئتك هيئه جزائري. ايوه. الشرطه ما توقف في الدرك، سمى الدرك يعني التسكيك، ما يجي يشوفك اذا انت نايم عن الحكومه الجزائريه، اذا انت نايم ما تصحيش من النوم. يعني طبيعي تمشي من جنبك طبيعي. لكن اذا انت صاحي تقول لك هات الجوال، هات اوراقك، امشي معك يعني انت بطريقه غير رسميه، على طول تنزل ترحلهم، يجلسوا عندها اسبوعين بدل ما يتجمعوا الباقيين، يجمعهم ورحلتهم النيجر. طيب يعني في ناس رحلوا اربع مرات، خمس مرات، يلقوا برضه مره ثانيه، يحاولوا مره ثانيه يوصلوا للناظور. طيب بعد ما وصلت لاسبانيا، بعد ما وصلت لاسبانيا كيف وصلت لهولندا؟ اسبانيا بعد اسبانيا على طول تمشي طبيعي، بس في الكم حق مليليا شهر 21 يوم، يعني اليمنيين الوحيد اللي اليمنيين تمشي على طول، بس في الكم حق مليليا 21 يوم، اسبوعين، ثلاثة اسابيع، وترحلك تمشي في يجيب لك الاقامه 6 اشهر، وتمشي في الباخرة السياحيه من مليليا الى اسبانيا. من اسبانيا بعدين تواصل، تروح تجلس في اسبانيا، تواصل الى بلجيكا عبر فرنسا، وبعدين بلجيكا، هولندا. نعم. بقول مره ثانيه. اول ما وصلت لهولندا ترتبت امورك تقريبا صح؟ ايوه الحمد لله. نعم، طيب سؤال اخير يا فرسان، يعني ايش اللي خلاك يعني تتحمل كل هذا الوقت والمخاطر والصعاب، حتى يعني كانه كان في فكره مسيطره عليك انك لازم ما تهاجر وبذلت لها كل ما تستطيع، لماذا؟ اصلا الدول العربيه ما يمكن ترحبك نهائيا، لا ولا اي دوله. كل الدول، كل المنظمات كذابين، كل المنظمات اللي ال 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 المنظمات اللي في الدول العربية ما يجيب أي مهمة نهائيا، ما تسمى بالمنظمات أو ما تسمى بالحقوق الإنسان في الدول العربية ليست مهمة، فقط كلام. يعني أنت كنت تبحث فقط عن مكان مكان يعاملك بإنسانية. نعم، يعني كدولة أوروبية يعني نحن بعدنا عن إسلامنا فقط كمسلم، لكن تعامل في الدول العربية ليس كإسلام، ليس كمسلم، بيعاملك كشخص غريب،
لكن في الدول الأوروبية وجدنا معاملة مختلفة. يعني وجدنا يعني شخص يقدر الإنسانية، شخص يهتم فيك، شخص يهتم في مستقبلك، يعني في تعليمك، في يعني في أبسط مقومات الحياة اللي لم نجدها في بلدنا، يعني أكل، شرب، سكن، لم نجدها في بلدنا. نعم. وجدناها خارج بلدنا. نعم. وأشياء يعني بتعيش كمواطن أوروبي، سواء كنت في هولندا، بلجيكا، السويد، النرويج، whatever، يعني بتعيش كمواطن، يعني as native, as then. نعم. طيب نتمنى لك التوفيق فرسان لاختيارك الذي وقناعتك التي وصلت إليها. فرسان نبيل أحد الناجين من مخاطر رحلة اللجوء، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. عودة إليك أستاذة سامية. أستاذة سامية، يعني برأيك يعني قصة مثل قصة فرسان يعني أشهر طويلة حتى وصل إلى مبتغى، ما الذي يدفع الشباب اليمني لكل هذه المخاطر حتى يصل إلى فكرة في رأسه أن يعني في أوروبا هناك حياة مختلفة ستكون؟ ألو. نعم، سمعتيني يا سامية؟ تقريبا فهمت السؤال. هو طبعا الحرب في اليمن مش السبب الوحيد، لكن هي السبب الرئيسي لهجرة الشباب اليمني. ظلت تعيش حرب، بالإضافة إلى ما فيش حقوق ولا حريات خصوصا في المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية، ما فيش أي مستقبل. في الأخير أقول لك أنا أحاول، يمكن أنجح أقوى مما أموت، ويمكن أموت، لكن أموت وأنا أحاول خير من ما أموت بقذيفة حوثية أو بطيران تحالف أو في أحسن الأحوال تجنيد إجباري مع ميليشيات الحوثي. لهذا كانت المخاطرة، خصوصا أن كثير من الشباب أو الشباب نجحوا في الوصول إلى أوروبا، هذا شجع آخرين على التفكير فعلا في الهجرة غير الشرعية. نعم. إذا دعينا ننتقل إلى ضيفنا عبر سكايب أيضا الأستاذ وسيم العامري، وهو أحد اللاجئين أيضا من اليونان. مساء الخير أستاذ وسيم. مساء النور. أهلا بك وسيم، أنت لاجئ منذ فترة في اليونان، حدثنا كيف استطعت الوصول إلى هناك؟ والله انا وصولي لليونان كوصول كل اللاجئين، انا ممنوع، انا بكوني لاجئ سياسي انا ممنوع بالخوض بتفاصيل التهريب، انا ممنوع من الامم المتحده، ولكن مثل كل اللاجئين، يعني الامم المتحده تمنعني عن الحديث كيف تمت طريقه التهريب بالتفصيل لكي لا احرض اللاجئين، وهذا من حقهم، انا ممنوع عن التفاصيل. نعم. طيب لو حدثنا فقط، هل مرت بمخاطر معينه ام كان يعني بطرق امنه نوعا ما؟ المخاطر بلا شك، انت منتقل من دوله الى دوله بطريقه غير شرعيه، وخاصه عبر البحر اكيد فيها مخاطر، واكيد ربما معك 50% احتمال انك تعيش، 50% انك تموت. طيب كانت فتره مؤلمه وكانت فتره اضطراريه. طيب السؤال وسيم، لماذا فعلت ذلك؟ لماذا قررت اللجوء؟ والله احنا مجبرين، انا بكوني متحمل مسؤوليه، أتحمل مسؤولية نفسي ومسؤولية أهلي، ومنع من العمل في السعودية، وتم إقراء الموت المحقق، فلم أجد أمامي إلا الهروب إلى تركيا إلى أوروبا. هذا أولا بحثا عن الرزق قبل كل شيء، وهذا سبب رئيسي في الكرامة، أجل أكون إنسان. طيب وسيم، يعني ربما أصبحت ناشط في الفيسبوك فيما يخص الهجرة وما إلى ذلك، وتحدثت كثيرا عن معاناتك التي واجهتك خاصة في السعودية بعد القوانين التي فرضتها على اليمنيين. برأيك كيف تتابع أنت ظاهرة طالبي اللجوء من الشباب اليمني، تزايدهم، مدى إقبالهم حتى ولو كان في المسألة مخاطر عديدة؟ نعم، أنا مهتم بهذا الجانب كثير. أنا تقريبا هناك 1800 إلى 1600 حالة يمنية دخلت إلى اليونان. اليونان فقط. كقالية يمنية كبيرة لم يشكل علينا أي عام، اليونان فقط. نحن كقالية يمنية كبرى هنا في اليونان دخلنا، لم يشكل علينا حتى مخالفة قرور، نحن الحمد لله وجهنا أبيض. فيعني نشجع الدول الأوروبية باستقبال المزيد من اليمنيين، هذه سمعتنا، لكن نطلب الله ونرفع رؤوسنا ونرفع اسم بلدنا.
طيب هل هناك من يتواصل معك وسيم؟ كيف عملت؟ نريد أن تساعدنا، أعطينا فكرة. والله هذا ألم، الكثير من الرسائل، أنا أصحى على صباح على 20 30 رسالة يوميا، لكن أنا لا أستطيع الرد عليها كلها، ولا أستطيع الرد على الفكرة الغير الشرعية. أنا كلاجئ سياسي جوالي مراقب، ما أقدرش أدور أي على الفكرة غير الشرعية، إنما الذي يستطيع الفكرة الشرعية أنا تحت خدمته، ممكن أوفر له، كان ممكن أدله على مكاتب الوكالة، ممكن أدله على أي شيء يحتاجه. الذي يهاجر بطريقة شرعية، الذي يصل إلى أوروبا أو إلى اليونان بطريقة شرعية، أما الذي يهاجر بطريقة غير شرعية نهائيا لا أستطيع التواصل معه. نعم. أنا أحبكم صح، بس بحبكم أكثر من نفسي الذي فيها سجن 5 سنوات يعني. طيب ابقى معنا وسيم، أعود إليك بعد أن أسأل سامية. سامية، يعني تحدث وسيم وغيره كثير، يعني ونحن هنا أيضا كجالية في تركيا وأنت أكيد في مصر، تعرفين أن اليمنيين ربما محاطين بسمعة طيبة بالنسبة لتنفيذ قوانين البلد، وبالنسبة ل يعني وجودهم في أي بلد آخر فهم يحظون بأفضل التقديرات من هذه الدول، لكن كل ذلك لم يشفع لليمنيين حينما أعلنت الحرب في اليمن، الجميع أوصد بابه. كيف تجدين تعامل العالم العربي والغربي أيضا مع اليمنيين في محنتهم؟ هو الأسوأ تعامل التحالف العربي، دول التحالف العربي كدول جوار وكدول تشن حرب، خصوصا الإمارات، الإمارات والسعودية، يعني الإمارات مع كانت تشن حرب في اليمن ضد الحوثيين، وفي نفس الوقت كانت ترحل اليمنيين قسرا من السعودية. كان الصحفي محمد الأهدى واحد من ضحايا هذه الحرب، كان يعمل في السعودية ثم فقد عمله. الإمارات لا تسمح لأحد من اليمنيين بدخول أراضيها، أغلقت الأبواب أمامهم. بعض الدول إجراءاتها المتخذة ضد اليمنيين أصبحت أكثر صعوبة بموضوع التأشيرات لدخول هذه الدول، ومن ما كانش في تأشيرات، يعني الحرب وأيضا هذه الدول ضيقت على اليمنيين، أين سيذهبون؟ سيلجؤون إلى الطرق، هذه الطرق غير الشرعية، مع أنني لا أؤيدها تماما، فهي طرق خطرة، و نادرا ما ينجو الشباب من هذه الطريقه. لو سمعت قبل ايام عن مناشده لاسر بعض اليمنيين المحتجزين في الجزائر، شباب مذهول مصيرهم، لا احد يعرف اين هم، كانوا يفكرون بالهجره الى اوروبا، لا يعلم هل احتجزتهم السلطات الجزائريه ام المهربين. يقال ان المهربين احتجزوا مجموعه من الشباب المهاجرين غير الشرعيين لطلب مبالغ ماليه، وآخرين يقولوا لا، هؤلاء مع السلطات الجزائرية سترحلهم إلى النيجر. اليمنيين يعاملون في الحرب ويعاملون أيضا في هذه الدول بمعاملة غير إنسانية وغير أخلاقية. نعم، إذن يعني برأيك هل ألا يفترض أن يكون القانون الدولي الإنساني يكفل للمواطنين الذين تعيش بلدانهم حرب، يكفل لهم حرية الانتقال إلى بلد أكثر أمن، خاصة يعني من خلال التقرير الذي أعلن؟ نعم. أنا أعتقد إنه برأيي يعني الشخصي، القانون هم الآن يتكلمون على القانون الإنساني الدولي، أعتقد إنه بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين اتفاقيات اللاجئين والقانون الإنساني الدولي لم يعد مبدي، يحتاج المهاجرين غير الشرعيين لقانون أو لتطوير قانون اللاجئين. المهاجرين غير الشرعيين يعاملون معاملة وحشية في مراكز الإيواء، خصوصا في ليبيا. في ليبيا اوكي، لم يذكر عن تعذيب يمنيين او كان في كلام لكن لم نتاكد منه، لكن كان في تعذيب لافارقه، وهناك من انتحر، هناك حديث عن اغتصاب النساء في مراكز الايواء، بل ان بعض الافارقه بيعوا كعبيد في الاسواق. كل هذه الجرائم الوحشيه القانون الانساني الدولي لا يفيد فيها. نعم، اذا اعود اليك وسيم. وسيم، هل تجد أن المنظمات الحقوقية والدولية تعني بشؤون اللاجئين، خاصة أن هناك يعني آلاف من يموتون شهريا في البحر المتوسط طلبا لهذا اللجوء؟ والله البحر المتوسط طريق خطير، أنا تكلمت سابقا، هذا الطريق خطير فلا تعبروا فيه أبدا، حذرت. لكن بجهة يعني أنا بكوني صار لي سنة ونصف اليوم جهة البحر المتوسط، جهة الجزائر، جهة اسبانيا، هذه كلها جهات
نهائيا انا ما عنديش منظمات لا. ولكن المنظمات الحقوقيه، المنظمات الغربيه، المساعدات، الدول الاوروبيه وغيرها يعني قائمين بدورهم بافضل ما يكون، انا اشوفهم صراحه صريح. نعم هم يتعاملون ربما بصوره يعني بكل جاليات. نعم هم يتعاملوا بصوره جيده مع اللاجئين الشرعيين يعني، ولكن من يتم تهريبه يعني او اللاجئين غير الشرعيين فهم يعني اذا مسك في دوله وسيطه او دوله يعني قد توصل الى دوله اخرى فانه يتم معاملته بطريقه سيئه للغايه ولا تجد من يتحدث عنهم. والله شوفي حسب خبرتي انه معرفتي الدول القادمه للدول الاوروبيه هي ملزمه من الاوروبي انها ترد اللاجئ، ولكن اللاجئ اذا وصل اذا اتاس اول خطوه بالاتحاد الاوروبي فهو لا يرد له وينظر في موقفه، لكن اللاجئ يتم معاملته معامله سيئه قبل لا يوصل الدول، يعني مثلا الان صحيح. تركيا اذا قبضت على اللاجئين قبل وصولهم الى اليونان تردهم تعاقبهم، كذلك هناك الدول المجاوره مثل الجزائر مثل المغرب، لكن في حاله اذا وصل اللاجئ الى اوروبا لا يمكن ان يعاد، اذا كان لا يستحق اللجوء، اذا كان بلد امن. طيب يعني برايك يعني ما هي ابرز المخاطر التي تواجه اللاجئين والتي يعني بالتاكيد ستواجهه حتى ربما يتنبه بعض من تساوره الفكره ان يذهب بطريقه غير شرعيه؟ والله ابرز المخاطر هي الموت في الحدود خاصه اذا كانت تحرير. غرقنا. احنا قاتلنا الموت بسيوفنا وانتصرنا عليه. غيرنا غرق في البحر. اذا كان القارب اذا كان وسيله النقل غير امنه مثل محمد بن الهدر رحمه الله عليه غيرنا. طيب يعني سؤال وسيم، يعني كثير ما نسمع انه يعني يتم الاتفاق مع مهرب ياتي بقارب مثلا سعته 20 ويحمل عليه 30، لما اقبل ان اصعد في قارب يعني حمولته اكثر من المنطقي؟ يعني الا تعد هذه مجازفه غير منطقيه ايضا؟ هذه مجازفه غير منطقيه، هم هذه الشغله اللي يشتغلها هم اسوء البشر، هذه تجاره بالبشر، يشتغلوا باسوء البشر غير منتبهين لارواح الناس خاصه ربما يعني ربما الناس ما بين تركيا واليونان هم اكثر انسانيه من الناس الراقدين الشغالين بالشغله هذه ما بين اسبانيا والجزائر، هناك ناس لا يرحموا ولا يخافوا ويبيعوهم كالبهائم، لذلك انا اخترت مع التركيين. نعم. والله شوفي يعني انا بدوري اوجه نصيحه للشباب الان البرازيل، نعم. عرفت ثلاثه شباب راحوا بفيزا رسميه للبرازيل، بلد امن. دولة غنية اللي يقدر يفيز من السعودية على البرازيل صعبة شوية. سأعود إليك عند هذه النقطة لكن بعد أن أذهب لسامية. سامية برأيك هل يمكن للمفوضية السامية للاجئين أن تلعب دور فيما يخص هؤلاء اللاجئين غير الشرعيين في تنظيم شؤون خاصة الهجرة لليمنيين أسوة بالسوريين والعراقيين؟ كبار اليمنيين لاجئين او ارادت مساعدهم فهي بامكانها عمل ذلك، لكن كما ذكرت سابقا ان المفوضيه الساميه لا تتعامل مع اليمنيين كلاجئين، يستحقون المعامله الجيده ويستحقون ايضا المرحلة اللجوء او على الاقل معامله بانسانيه. المشكله انهم يتعاملون مع المهاجرين الغير شرعيين على انهم مجرمين، هم في الاول وفي الاخير هم ضحايا، يعني ضحايا حروب، ضحايا فقر، ضحايا ما يحدث في بلدانهم، وليسوا مدمنين، يحاولون البحث عن مستقبل افضل. لا اعرف لماذا المفوضيه الثانيه تتعامل مع اليمنيين بهذه الطريقه، ربما كان ما ذكرته سابقا ان السلطات اليمنيه خاطبت الامم المتحده بان لا يعتبروا كلاجئين، وفي الاخير تصبح هي مجرد معلومات غير مؤكده. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الصحفية سامية الأغبري، كنت معنا عبر سكايب من القاهرة. عودة إليك وسيم، نعم كنت تحدثنا عن مسألة يعني أن هناك دول يمكن السفر إليها وتعد دول غنية ويمكن الذهاب إليها بصورة رسمية، ضربت مثالا البرازيل، إذا لما يخاطر الناس ويتجهون فقط صوب أوروبا؟ يعني هل هناك تختلف
المعاملة أو الحياة بشكل عام؟ الناس تتجه إلى أوروبا بطريقة غير شرعية لأن بعضهم يخرجوا من اليمن بنفس سعر قيمة السفارة. إذا أنت مقيم في السعودية تقدر تستطيع بقى بسفارتك أنك تقدم على السفارة الفرنسية، على السفارة البولندية، على السفارة مالطا، على سفارة إيطاليا. هذه الفيز 50% يكون عند القطوط، إذا حسابك البنكي 50,000 سعودي وراتبك 5,000 دولار حسابك يعني تكون عندك 5. لكن الناس تجي من اليمن عنده شقامة بالسعودية فاضطر إنه يروح لإيران تهريب. لبنان لأي إيران، إيران لتركيا تهريب، يوديها كلها تهريب، من تركيا لليمن تهريب، يوديها كلها تهريب لأنه ما عنده شقامة. لأنه بيقام بالسعودية كان معه فرصة. أنا كنت مقيم بالسعودية لكن أنا كنت أمام وضع اضطراري، كان أمامي شهر يا أدخل السعودية يا إما أخرج من السعودية وأدفع مبلغ 20,000 للكفيل فاضطرت. فالعدد بإمكانه إنه ما زال يقدم على هذه السفارة فيها 50% قبول. أيضا البرازيل دولة غنية ودولة لها اقتصادها. اللي هم مقيم بالسعودية أنا لا أنصحه أبدا يفكر بالهجرة بطريقة غير شرعية، لا يفكر بطريقة شرعية ويتمهل ويطرق كل الأبواب، خاصة إذا كان في عضو له 6 شهور 7 شهور الإقامة لم تنتهي. نعم، أن نستغل يعني مثلا مثل هذه النقاط. طيب، كنت تحدثنا عن أبرز المخاطر التي تواجه اللاجئ بصورة غير شرعية، قلت الموت، هناك أيضا بالتأكيد مخاطر أخرى، هل حدثتنا عنها؟ ما فيش أي مخاطر غير عبور الحدود، هذا أولا. ثانيا، على اليمني أن يعي أنه قادم إلى بلد لا يعرف لغته، عليه أن يعي أنه قادم هنا يجلس سنتين إلى سنة ونص، أقل من سنة فيدرس لغة. كم واحد صاحبي بالسعوديه اتصل لي يقول لي كم الراتب؟ قلت له يا ولد عندك لك سنتين عشان تدرس لغه. بعد ما تعدي الطريق والمخاطر انت حط سنتين تعلمت الناس يقوموا كيف يروحوا كيف يرجعوا كذا، انك حط حي سنتين بعد سنتين ما فيش مخاطر. بعد ما دخل اوروبا دخل الجنه. انا انصح هاجر هاجر. الشرق الاوسط كله محتفل بالجنون، حفلات جنون، حفلات الى السنه. اليوم الصوم احسن اليمن والسعوديه. اذا اسمح لي ساعود اليك بعد ان ينضم معنا الصحفي بشير سنان. مساء الخير استاذ بشير. مرحبا استاذ اختي ياسر. اهلا بك. انت صديق الصحفي المرحوم محمد الاهدل والذي توفي في البحر المتوسط وهو يحاول البحث عن وطن كريم. هل أطلعتنا عن تفاصيل ما حدث؟ والله أختي آسيا، ولم تسمح لي أن أترحم على الشهيد الصديق العزيز محمد الأهدل، عضو الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي، الشاب الرائع، الشاب المكافح الذي قضى في رحلة البحث عن وطن مفقود، عن وطن دمره الساسة والسياسيون، عن وطن تنازعته كل الأطراف. هذا ضحيته محمد. محمد كان في اليمن ثم انتقل مع الحرب إلى المملكة العربية السعودية، ومع القرارات التي حدثت في المملكة العربية السعودية قرارات تصاعد المهن، لم يجد محمد مكان غير محاولة البحث عن فرصة بالمخاطرة والهجرة إلى أوروبا. كان محمد على تواصل دائم معي، وقدمت له النصح لأكثر من مرة لا يخاطر، وأنه ربما يتعرض لأي شيء لا سمح الله. لكن محمد قال قدمه ميت ميت، يعني ما فيش حاجه تستجد يعني. فغادر عبر عده دول افريقيه ووصل الى الجزائر، وفي الجزائر تعرض المره الاولى ايضا الى عمليه نصب هو واصدقائه، وتعرضوا للسجن، تعرض لعده عقبات، لكنه كان مصمم حتى اليوم ما قبل وفاته ارسل لي صوره من عبر القارب بانه مودع خلاص. فاستقبلنا نبأ وفاته بحزن شديد، يعني كإنسان كشخص كيمني، أيضا كزميل لنا في الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي، كانت فاجعة بالنسبة لنا جميعا. نعم، رحمة الله عليه. إذا هل حصل متابعة من قبل السلطات الرسمية اليمنية لقضية محمد وغيره من المهاجرين؟ والله عزيزتي، أنا اسمح لي أن أتكلم معك بكل صراحة. قتلة محمد بقيت في قعر البحر الابيض المتوسط ربما ل 15 يوم او 16 يوم. قرات بالصدفه تعليق عن ان هناك شاب يمني اسمه محمد الاهدل غريق في البحر. فوجئت لان اعرف ان محمد صديقي في رحله بالجزائر للمرور الى اوروبا. حاولت التواصل مع بعض الاشخاص اللي في المنشور،
تأكدت أنه صديقنا محمد للأسف حين تم التواصل مع الجهات الرسمية ومع الجهات الحكومية قالوا هو مهاجر غير شرعي. اضطرينا في الجمعية العلمية للتدخل والتواصل مع الوزارات والسفارات والجهات المسؤولة، والحمد لله تلقينا تجاوبا من السفارة الجزائرية، وكان هناك رد جيد من السفارة وتواصلوا معنا وعملوا كل شيء. العتب كل العتب على وزارة الشباب والرياضة في اليمن، حتى سيارة الإسعاف حين طلبتها من الأخ نايف البكري تواصلت معه وقلت له أريد توفير سيارة الإسعاف، تم تأمين نقل جثمان من الجزائر إلى القاهرة ثم إلى العاصمة المؤقتة عدن لأجل نقلها إلى العاصمة صنعاء. رد علي بكلام حزيني كثيرا، قال يا بشير كما تعرف السيارة الإسعاف مع الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر الإماراتي أو الإمارات بشكل عام لا أستطيع التعامل معهم ولا يقبلوا مني كلام. أي دولة هذه التي ترمي بأبناء أي حكومة التي في ظل هذه الظروف التي عشرها؟ حتى جثمان محمد الأتل لم يكرموها التكريم لا به عطفا على القصة الحزينة التي مر بها. لولا تحرك الجمعية وجهود أيضا السفارة اليمنية في الجزائر والشباب الطلاب اليمنيين في الجزائر لما وصل جثمان محمد إلى العاصمة صنعاء، حضر الزملاء التشييع، حضروا أهلي دائما للتشييع، أمهم فرحة فرحوا كأننا عدنا حيا. أين دور الحكومة؟ كان محمد سيدفن في المهجر حزينا كما سافر، كان سيدفن هناك وحيدا كما مضى في رفته وحيدا للأسف. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا جزيلا لك صحفي بشير سنان، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. أخيرا وسيم، يعني آخر ما يمكن أن تقدمه لكل من يفكر بالذهاب بطرق غير شرعية، خاصة مسألة المهربين ومدى استغلالهم لأي شخص يود الانتقال لأوروبا؟ يكون حريص على نفسه ولا يرمي بنفسه إلى التهلكة. أنا ما أقدر أنصح أي نصائح على الهجرة غير الشرعية ولا أقدر أتحدث، لكن أنا اللي أنا المهاجرين الشرعيين أولاً يعمل حسابه أنه يقعد سنتين يتعلم لغة. لازم أنه يقعد سنتين يتعلم لغة ولازم يكون مستوعب وهي نفسه لهذا الشيء. ثانياً أنا أوجه للدول العربية أحدثهم، أنا أتحداهم يأتوا لي بيمني أرتكب مخالفة أو أرتكب جريمة تحرش أو سرقة. عليهم أن يفتحوا جهودهم أمام اليمنيين واستقبال المزيد من اليمنيين. وأناشد أصحابنا أن يكونوا قدوة، أن يكونوا رافد بلدهم، وأن يمثلوا كل شباب في كل الدول الأوروبية. وأن إحنا بالنسبة لنا كجالية كبيرة في الدول الأوروبية إحنا جدد كبار عليهم. الدول الأوروبية تعرف اليمنيين يأتوا لها كطلاب أو كسائحين. فقد أتينا لهم كمهاجرين وكإقامات. أنا أن يكون مثل لبلده ومثل لمن بعده جدد، ولا يرتكب أي مخالفات ولا يقرب، يجلس طالب الله بعد حاله. السلام عليكم. إذن شكراً جزيلاً لك وسيم العامري أحد اللاجئين، شكراً كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني عبر سكايب. أشكر لكم أيضاً مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.